وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب. أهلا بك في نشرة الأخبار. طبعا في البداية لو نتحدث عن دعم جلالة الملك المعظم وأهمية هذا الدعم في يعني تطوير واستضافة مثل هذه الاجتماعات الدولية وحرص المملكة دائما على المشاركة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وأشكركم على هذه الاستضافة. طبعا من الأمس بدأت الوفود الدولية بالوصول لمملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتأكيدا على الجاهزية التامة لمملكة البحرين على استضافة هذا التجمع الدولي، وهذا الاستعداد من كافة النواحي. وإن شاء الله نجاح الاستضافة في هذا الأسبوع الأيام القادمة تأتي بعد الله بفضل الاهتمام من سيدي جلالة الملك ملك البلاد المعظم، إلى جانب الدعم من لدى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وتأكيدا على توجيهات كلمة سيدي جلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد بأهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية. ولتعتبر توجيهات جلالة الملك خارطة الطريق ومنهاج نقتدي به، وأهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ووضع الدبلوماسية على الخارطة العالمية. وهذه الاستضافة اللي بتروح إن شاء الله راح تتم في هذا الأسبوع تعتبر تتويج للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، لتكون البحرين قبلة البرلمانيين الدوليين، والتجمع هذا يعني بيعطي الشعب البرلمانية أكثر ثقة في المشاركات الدولية القادمة. وخصوصا أن هذه الاستضافة ما تمت إلا بعد المباركة السامية من جلالة الملك لاستضافة البحرين لهذا التجمع. نعم، إذا يعني هناك يعني يوم غدا سوف نشهد يعني بداية أو بدء الاجتماعات سواء على هامش هذا المؤتمر، هذا مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني، أو حتى هناك الكثير من الاجتماعات الجانبية، وهناك مشاركة برلمانية واسعة، وهناك أكثر من 60 يعني رئيس لبرلمان سوف يكون متواجد في هذه الاجتماعات. ما أهمية هذه الاستضافة في مملكة البحرين، وماذا يمثل لمملكة البحرين مثل استضافة مثل هذا الاجتماع المهم، وأين سوف يضعها مستقبلا على خارطة العمل البرلماني؟ اي نعم، اولا هذا الاستضافه تاكد شيء مهم، وهو الثقه البرلمانيه الدوليه لاستضافه الجمعيه العامه لاتحاد البرلمان الدولي واجتماعات المصاحبه في مملكه البحرين. نعم، بسبب توافر الامكانيات والبنى التحتيه اللازمه لدعم هذه الاستضافات. وهذه الاستضافه ما هي الا استمرار نجاحات مملكه البحرين في استضافه الاحداث الكبيره. ومن جانب اخر، العنوان العريض في تجمع هذا البرلمان الدولي هو التعايش السلمي. التعايش السلمي اللي هو العنوان الأساسي للمؤتمر، والبحرين دائما تؤكد على مبدأ التعايش السلمي بين كافة الأديان والأطياف. وإحنا لاحظنا في الفترات السابقة البحرين استضافت عدة تجمعات وفعاليات تدعم هذا الشيء. هذا التجمع أيضا فرصة للشعب البرلمانية البحرينية أن تعرض إنجازاتها وتأكد على مواقف البحرين الثابتة في القضايا الدولية وبناء علاقات مع البرلمانات الدولية المختلفة، وتعزيز لدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وأيضا فرصة لتسويق مملكة البحرين وبناء علاقات طيبة بين شعب البحرين مع كافة المشاركين في هذا التجمع، ونشر ثقافة البحرين وقيم شعبه الكامل. نعم، إذا سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.